في هذه اللحظات تم انطلاقة الشوط 29 الثالث اللي بكار من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز في هذه اللحظات. هذه برمجة للسيد وندر بن قريعة المري في أول المراكز. أما في ثاني المراكز اللي وصل هذه رقم 8 الظبي للسيد فرج بن علي المشروم في ثاني المراكز مع الظبي في ثالث المراكز. اللي العنود للسيد محمد بن صالح آل سعد في ثالث المراكز. في رابع المراكز اللي رقم 11 الشاهيني للسيد سالم محمد بن جهويل المري، ولكن اللي تسلل هذه الظبي للسيد فرج بن علي المشروم تسلل انتزع المركز الاول من الجانب الايمن. اللي تسلل هذه قصب للسيد سعود بن عبد العزيز بن شنان المري مع غصب في هذه اللحظات في اول المراكز، ولكن من الجانب الدوني في هذه اللحظات اللي تحاول ان تتسلل هذه الظبي للسيد فرج بن علي المشروم في ثاني المراكز. ثالث المراكز واصل شعار بن جهمان في هذه اللحظات. السيد جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي في هذه اللحظات اللي هي رقم 2 هذه خليجية للسيد جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي، ونبي السوبر هاتريك يا سيد جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي في هذه اللحظات. هذه النقطة الرابعة لجابر في صباح هذا اليوم، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء للسيد جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي نجم هذا الصباح إن شاء الله. أما في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز اللي في أول مراكز هذه خليجية، تهانينا والناموس للسيد جابر بن عبد الهادي البريدي. في ثالث المراكز اللي هي رقم 16 الشاهيني للسيد حمد راشد الزعبي في ثالث المراكز اللي 17 غير مدون عندي، قلت تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط الدقيقة و50 ثانية و77 جزء من الساعة. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.